أهلا بكم في النشرة الرياضية، ونبدأها من أغلى الكؤوس، حيث بلغ فريق المحرقة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، بعدما دك شباك المنامة بستة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني ضمن دور الثمانية من مسابقة أغلى الكؤوس. المحرق تقدم أولا بهدف إسماعيل عبد اللطيف في منتصف الشوط الأول، بينما عادل محمود عبد الرحمن النتيجة للمنامة، ليعود المحرق للتقدم من جديد عبر الصالح عبد الحميد، وسرعان ما عادل المنام النتيجة عبر هدف ثان لمحمود عبد الرحمن، وتقدم المحرق بعد ذلك بهدف ثالث عبر البرازيلي الياسو، كما أضاف مواطنه فيليبينيو على الهدف الرابع، ليعود الياسو ويسجل هدفه الثاني في المباراة والهدف الخامس لفريقه، قبل أن يختتم فيليبينيو مسلسل الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني. محاولة لا زالت موجودة، خطيرة، يا سلام يا سلام على الهدف الذكي هذا اللاعب، يرفض إلا وأن يسجل هدف سادس للمحرق في هذه المباراة وهو الهدف الثاني الشخصي له. وإلى كرة الطائرة، تمكن فريق دارك ليب من الفوز على بني جمرة بثلاثة أشواط مقابل الشوط، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة، ليرفع بني جمرة رصيده إلى 26 نقطة، فيما تصدر النصر فرق الدرجة الأولى برصيد 30 نقطة بعد أن تجاوز النبيه صالح بثلاثية نظيفة.